مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا ومرحبا بكم في زمن الرياضه في زمنه الجديد اللي حيكون معاكم كل خميس من كل اسبوع في تمام الساعه 9 حتى الساعه 10. زمن الرياضه في هذا المساء حناقش فيه مواضيع، عدد من المواضيع، يمكن اهم المواضيع اللي حناقشها الاتحاد السوداني تسلم لكرة القدم، تسلم اليوم خطاب من مجلس الأمن والدفاع ممثل في اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ألغت به الخطاب السابق اللي بيتحدث أنه وافق على عودة النشاط، وبالتالي الاتحاد السوداني ألغى جميع البرامج اللي سبق وأنه صدرت باستئناف المنافسة القومية ممثلة في الدوري الممتاز وكأس السودان والمرحلة المشتركة المؤهلة للدوري الممتاز، مما جعل الاتحاد يحدد وقت لاحق لبرمجة هذه المنافسة عند انتهاء وباء كورونا. وحقيقة يمكن انتهاء وباء كورونا ما معروف ذات ينتهي متين يا ناصر. وحنناقش أيضا أوضاع في الهلال وفي المريخ ونشوف الحاصل مع وباء كورونا اللي وقف عجلة العالم اقتصاديا رياضيا صحيا في كل مناحي الحياة. أنا برحب بك كثير جدا الزميل العزيز أستاذ ناصر بابكر الصحفي الرياضي والمحلل، اهلا ومرحبا بك ناصر وكل سنه وانت طيب. مرحبا بك الاخ والزميل معتصم محمد الحسن، مرحبا بكل مشاهدي زمن الرياضه وقناه الشروق، كل عام الشعب السوداني بالف خير ونسال الله ان يزيل البلاء والوباء. انا برحب بك كثير يا ناصر، وحقيقه قبل ما نبدا ونخش في الخطاب اللي صدر هذا اليوم، عموما ناصر جائحه كورونا اثرت تاثير مباشر على الرياضه في كل العالم. صحيح، زي ما ذكرت انت في مطلع حديثك انه جائحة كورونا عطلت العالم من كل المجالات اقتصاديا اجتماعيا، أوقفت الحياة لأشهر طويلة، العالم كان بكافح بكامل أجهزته إنه للقضاء على وباء كورونا. هو فيروس يمكن مستجد لسه الناس ما لقت له لقاح ويتم توزيعه حول العالم، استمر أشهر طويلة، عطل الحياة، تسبب في خسائر كبيرة جدا للدول لمختلف المؤسسات، المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة. كرة القدم ما كانت استثناء، أو النشاط الرياضي عموما. بطولات كثيرة تأجلت، شفنا بعد ذاك اجتهاد المنظومة الرياضية في العالم بدءا من اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بالاضافه للاتحادات القاريه والاتحادات الوطنيه، انه الناس تبدا يعني تحاول عوده تدريجيه للحياه. الامل كان عاد للعالم من المانيا، يمكن كان الدوري الالماني اول دوري استؤنف، وبعد ذاك اتباعا الدوريات الاوروبيه بدات تعود، شفنا ايطاليا، شفنا اسبانيا، شفنا انجلترا، دوري ابطال اوروبا، وان كان تم تغيير للنظام في دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي، المباريات الاقصائيه بدل ذهاب واياب اتلعبت بالتجميع، دوري ابطال اوروبا في لشبونه، الدوري الاوروبي في المانيا، والحقيقه يعني يمكن المباريات بقت تتلعب بدون جمهور، لكن مجرد عودة النشاط كانت العالم كله أمل إنه الحياة ممكن تعود، الناس ممكن تتعايش مع وباء كورونا وتبدأ تدريجيا إنها تتغلب عليه. وعالم كرة القدم كان عنده دور كبير في الحاجة دي، يعني شفنا عدد الدوريات بدءا من أوروبا بعد ذاك مرورا ببقية قارات العالم، في دول في أفريقيا ألغت موسمها وحددت تواريخ لموسم جديد، وفي دول قررت انها تستكمل، في دول فعليا اكملت موسمها وتوجت ابطالها، ودول الان بدت، ودول حتبدا قريب، والدول الالغت حددت شهر 9 عشان تبدا نشاطها. نعم اخ ناصر، يعني يمكن سبق انه نال الاتحاد خطاب موافقه على عوده الدوري من الطوارئ الصحيه، وعقب ذلك اجتماع مجلس الاتحاد العام اللي وافق على عوده النشاط باشتراطات صحيه محدده. وبعد شوي يمكن تابعنا الخلاف اللي داخل الاتحاد من رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات وكثير من الأشياء اللي حصلت حول كيفية عودة النشاط. داير أتكلم أنا عن، أنت تكلمت عن بعض البلاد اللي أكملت المنافسات وحتى المنافسات الأوروبية، ونقطة التجميع أنا داير أتكلم شوي عن البروتوكول الصحي اللي أصدرته أو اللي أصدره الاتحاد الدولي. هل نحن في السودان قادرين نطبق هذا البروتوكول؟ طيب، يمكن الفيفا اصدر بروتوكول بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه، اتفقوا على بروتوكول للعبه كره القدم، تم توزيعه من قبل الاتحاد الدولي لكل الاتحادات الوطنيه المنضويه تحت لوائه. البروتوكول طبعا بروفيشنال شديد، يعني فيه قمه الاحترازات الممكن تطبق،
بعد ذاك اي دوله مفروض تحاول البروتوكول الوصله تديه النسخه الوطنيه. يعني احنا البروتوكول الوصل من الاتحاد الدولي مفروض نديه طوالي النسخه السودانيه. اي دوله طبعا حصل يعني في اوروبا ممكن يطبق 100%، تجي لافريقيا بعض الدول قد تطبقه ب 60 او 70% زي مصر تونس والدول الان قررت انها تستكمل وبدت فعلا تلعب في مباريات ما قاعد يطبق ب 100% لكن ممكن 70% حسب امكانات الدوله وقدراتها. السودان معروف يمكن نحن الوضع اللي بيعيشه السودان اقتصاديا صحيا بنية تحتية حتى شفنا يمكن قدرة وزارة الصحة وقدرة الدولة على مجابهة الجائحة. عندنا مشكلة في نقص كبير جدا في أجهزة الفحص، غير المشاكل المالية اللي بتعاني منها البلد، الإمكانات اللوجستية والبشرية فيها مشكلة. يبقى نحن نحاول كان نصنع طوالي نسخة سودانية من البروتوكول بتاع الفيفا حسب قدرات الدولة، والملفات دي مفروض كان يكون فيها تعاون. يعني أنا بشوف كان اتحاد كرة القدم مفروض يكون حريص جدا، يعني أنت ما في النهاية في أي قانون من القوانين سواء قانون الاتحاد الدولي أو القوانين تحت الاتحادات الوطنية، صحة وسلامة عناصر اللعبة هي نمرة واحد. يعني صح. في أي قانون هي بتكون مخطوطة نمرة واحد، بعد ذلك بتجي قوانين اللعبة والتفاصيل الفنية وغيرها بتبدأ دائما بالمعيار بتاع السلامة والصحة. يبقى اتحاد كرة القدم المفروض يكون أكثر حرصا من أي مؤسسة ثانية، لأنه ده نشاطه هو اللي بيدير النشاط وهو مسؤول عن سلامة وصحة ممارسين اللعبة ديل من لاعبين مدربين حكام إلى آخره وإداريين إلى آخره. فالموضوع ما كان مفروض يمشي لنقطة صراع أو خلاف، لأنه دي مصلحة عامة مفروض يكون حول إجماع وحول اتفاق بين اتحاد كرة القدم وأجهزة الدولة بدءا من وزارة الشباب والرياضة وزارة الصحة. أنا كان بشوف إنه الاتحاد من هو فكر في إنه يعيد النشاط يبدأ بإنه ينسق مع الدولة تنسيق كامل في مسألة البروتوكول، يشوفوا الدولة بتقدر تساعدهم بشنو، هم إمكاناتهم القدرات حسب الدعم اللي بيجون من الفيفا حسب قدرات الاتحاد بيقدروا يساعدوا بشنو، يتفقوا على بروتوكول معين يتم التوافق عليه وتتم دورات تثقيفية. يعني ممكن يجيبوا المدراء التنفيذيين للأندية بتاعت الدور الممتاز وأندية المرحلة المشتركة المؤهلة للممتاز، يعملوا لهم دورة بمدربين وزارة الصحة على كيفية تطبيق احترازات في التدريبات في المعسكرات بتاعت الأندية دي. وبرضه الأجهزة الطبية للأندية، معروف أي نادي عنده جهاز طبي برضه ممكن يدربون على لمدة يوم أو يومين، وبعد ذاك الناس تتفق على بروتوكول وممكن تستأنف طبعا. طيب اذا في تعاون واتفاق على المصلحه العامه. الكلام اللي انت الجميل اللي حقيقه كلام يعني اذا طبق كان يمكن نكون عندنا النسخه السودانيه، هل الكلام ده طبق؟ للاسف الشديد نحن عقليه الصراع دائما مسيطره، والنظريه بتاعت المؤامرات وبعض الحاجات بالذات على مستوى اتحاد كره القدم السوداني. يعني يمكن الحاجه دي ما جديده، ده ما اول موسم، يعني قبل جائحه كورونا الموسم اللي فات شفنا صراحه كبير جدا بين الاتحاد والانديه، والاتحاد نفسه كان منقسم في انه الموسم يستكمل ولا ما يستكمل، وكان في ناس في الاتحاد شغالين ضد استكمال الموسم، والانديه اعلنت كلها كانت تمردين انها ما حتلعب، في النهايه ترضخت للقانون ولطبيعه كره القدم الاصل هي النشاط واستمراريه النشاط، وكملت الموسم وجو من حتى كان من بيوتهم. يعني الانديه ما كانت مرنت وجات لعبت، لان اللغه كانت العنتريات كانت مسيطره وفي النهايه سادت اللغه بتاعت القانون، لان نفس السيناريو مع الاسف الشديد يتكرر. يعني اتحاد كره القدم بعد الانشطه معروف انها توقفت بقرار من وزاره الشباب والرياضه بالتنسيق مع وزاره الصحه، الكلام ده في بالضبط 17 مارس العام الحالي، وقتها لان اللجنه العليا للطوارئ الصحيه ما كان اتكونت. يعني هذول في بدايات الجائحه بدت خطوات احترازيه من الدوله، وجهت في البدايه بلعب المباريات بدون جمهور اول ايام دخول ظهور حالات كورونا في السودان، لعبت جولة أو جولتين من الدوري الممتاز بدون جمهور، بعد زيادة الأعداد بتاعت الإصابات طوالي بالتنسيق بين الوزارتين وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة تم الاتفاق على إصدار قرار بتعليق الأنشطة الرياضية، صدر القرار واتحاد كرة القدم وكل الاتحادات مشت منه للجنة الأولمبية ولاتحاد كرة القدم ويتوزع لكل الاتحادات المحلية في السودان والاتحادات الفرعية، وفعلا النشاط يتوقف من شهر مارس. في يونيو الاتحاد بدأ يفكر في أنه يعني بعد بدأت الحياة تعود في أوروبا، بعض الدوليات في أفريقيا في آسيا كذا، هو ذاته سعى أنه يكمل موسمه. بعد ذلك بدأ الاتحاد الأفريقي ينظم رزنامته من جديد وبدا يضع تواريخ لانه كيف يكمل النسخه اللي كانت متوقفه من دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، ويحدد تاريخ للموسم الجديد من البطولات الافريقيه. بدا الاتحاد السوداني خلاص يلقى نفسه في سباق مع الزمن وهو محتاج انه يكمل الموسم. رسل خطاب لوزاره الشباب والرياضه ووزاره الصحه طلب اذن
موافقة على استكمال الدوري، عقد اجتماع مع الوزارتين، مع وزارة الشباب والرياضة. الاجتماع هذا كان بتنسيق من وزارة الشباب والرياضة، نسقت اجتماعات بين اتحاد الكورة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة. الاجتماع الأول حتى اتحاد الكورة في نشرته الرسمية طلع مخرجات الاجتماع، وإنه اتفقوا على اجتماع ثاني بعد أسبوع. المفروض الاتحاد كان يقدم فيه تصور، يعني الكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده الاحترازات والاشتراطات والتواريخ وكيفية العودة بالتدريج والتدريبات الأولى وتطبيق التباعد وغيرها من التفاصيل. اتحاد كرة القدم كان المفروض يقدمها للدولة، لأنه الدولة طبيعي انها تكون حريصة على صحة وسلامة الرياضيين. للأسف الشديد تم الاجتماع الثاني وعقب تكتم شديد على مخرجاته، وكان واضح من التكتم ده انه واضح انه الدولة رفضت. وبعد ذاك عرفنا انه الممثلين الاتحاد في الاجتماع ده هم طلبوا من الدوله انها ما تعلن الكلام عشان ما يبقى قضيه رائعة وكذا، خلاص يعني طالما وزاره الصحه علقت لهم على الخطاب بتاعهم بالرفض. لانه يعني انا حتى اللي عرفته انه خلال الاجتماع الرؤيه بتاعه وزاره الصحه كان ممثلها في الاجتماع ساره اللي كانت وكيل الوزاره الان هي الوزير المكلف، انه الاتحاد المفروض ينتظر اسبوعين لانه وقتها في يونيو الوضع كان لسه صعب والحالات كانت كبيره. والاتحاد يعني كان ساعي لموافقه لحظيه انه طوالي داير موافقه، قام في النهايه وزاره الصحه رفضت وعلقت على الخطاب بتاع الاتحاد بالرفض. الاتحاد طلب من ممثلين الوزارتين انه ما يعلنوا مخرجات، وفعلا الوزارات التزمت. فجأة الاتحاد بعد كم يوم شكله حصل على موافقة من لجنة الطوارئ الصحية، اللجنة العليا، والموافقة دي حولها تحتها خطين. ليه؟ لأنها ما تمت بعد اجتماع، يعني ما اللجنة العليا للطوارئ ما اجتمعت وناقشت، تمت بعلاقات، يعني تمت بعلاقات. قيادي في اتحاد الكورة عنده علاقات في مع بعض الأعضاء في اللجنة العليا للطوارئ أو في مكتب السكرتارية بتاع اللجنة العليا للطوارئ، جاب موافقة. حتى الموافقة بعد ذلك لما نشرت للإعلام أو ظهرت للإعلام مكتوب فيها الموافقة مع مراعاة الاشتراطات الصحية التي تحددها وزارة الصحة وتمر عبر القنوات الرسمية لوزارة الشباب والرياضة. يعني الخطاب واضح، كلام باللغة العربية واضح، أنت لازم يكون عندك اشتراطات تضعها وزارة الصحة الاتحادية، ولازم العودة لا تمر عبر القنوات الرسمية اللي هي وزارة الشباب والرياضة. لكن للاسف الشديد لانه الاتحاد وقتها سلفا كان يجتمع بالوزارات دي وعارف موقف وزاره الصحه، رفض التدين، وهو اصلا ما كان منظم ولا مرتب ولا قدم تصور واضح. اتخطى يعني تجاوز الجزئيات دي في الخطاب ومشى طوالي اعلن عن اجتماع في سلام روتانيا يوم 28 يونيو، وعقدوا اجتماع بناء على الخطاب اللي حصلوا عليه ده، وما معروف زي ما قلنا حصلوا عليه وكيف. عملوا اجتماع وقرروا استكمال الموسم محدد تاريخ افتراضي يوم 15 اغسطس. والاجتماع ذاته في النهايه القرار بتاع استكمال الموسم تم بتصويت، لانه كان في خلاف داخل مجلس اداره الاتحاد العام، وفي مجموعه في الاتحاد كانت ضد استكمال الموسم. ليه سووا شنو تفتكر انا؟ والله الاتحاد فيه صراعات، يعني الاتحاد بصراحه شديده، يعني رئيس الاتحاد فيه صراعات ورئيس الاتحاد والكلام. بالمناسبه رئيس لجنه المسابقات دي ما الموسم الاول اللي جه ضد النشاط، يعني الموسم اللي فات برضه لما حصلت الازمه بتاعت الناس كان بتتحجج بالاوضاع الامنيه السنه اللي فاتت وكده، وانه البلد فيها ثوره وكده، برضه رئيس لجنه المسابقات كان ضد النشاط. واحده من المؤاخذ انا بالنسبه لي شخصيا على رئيس لجنه المسابقات الباشمهندس الفاتح ماني انه دائما بيرضخ للانديه، هو وجهه نظره انه هو مقدر ظروف الانديه، وهو كان جزء من الانديه دي قبل ما يجي الاتحاد، وعارف الظروف اللي بتعيشها والصعوبات الاقتصاديه وكذا. لكن انا بالنسبه لي ده ما مبرر، لانه انت كاتحاد كره القدم مسؤوليتك انك تسير النشاط، والانديه دي انديه يفترض انها انديه محترفه، يفترض هي صح انديه يعني ظروفها سيئه جدا، لكن يفترض انها انديه مسؤوليه المشاكل الماليه وايجاد حلول دي مسؤوليه مجالس اداره الانديه. اي نادي ما قادر يوفر الامكانيات والقدرات اللي بتخليه يلعب في الدوري الممتاز، ممكن ببساطه شديده انت كمجلس اداره تتنحى تسلم الامر للجمعيه العموميه هي تختار. الحاجه الغريبه، واحده من الحاجات الغريبه في السودان، انه الاداريين ديل نفسهم بيجوا يشكوا من الصعوبات الماليه وكذا بيتصارعوا عشان دخول مجالس الادارات، وبيتامروا، وقاعد تحصل ممارسات كثير عشان الزول يصل لمجلس الاداره، وبعد ذلك يجي مجلس الاداره ويكون كل سنه يطالب بايقاف النشاط، ودي حاجه ما مقبوله طبعا. طيب لكن يا ناصر، لو الناس عملت كده يمكن ما حنلقى فريقين يلعبوا الدوري الممتاز، اذا كان اصلا قسناه بالقدرات والامكانيات. الان انديه المريخ والهلال الاثنين في ظل يعني الرئاسه الموجوده الان في الناديين والشكوى الكثيره عن الامكانيات، ما اظن نجد فريق يقدر يمارس الدوري الممتاز. على العموم ناصر، هل بتفتكر الاتحاد العام
هو كان كل همه انه يكمل الرزنامه بتاعته. ايوه الاتحاد فكر في انه يكمل الرزنامه، ومعروف انه رئيس الاتحاد تحديدا الدكتور كمال شداد هو دائما حريص على النشاط وعلى استمراريه النشاط وعلى انه يكمل مواسمه، وده الاصل. والمساله طبعا مرتبطه برضه بحاجات ثانيه كثيره، يعني خارجية. يعني في منافسات خارجيه، في يعني دعم مشروط من الفيفا، يعني في $1,000,000 ثابته بتاع تسيير الانشطه بدو $500,000 مع بدايه الموسم، وفي $500,000 ثاني مشروطه انك تكمل منافساتك، لو ما كملت المنافسات الدعم ده ما بيجي، يعني الفيفا بيحرم يعني منه، يعني شرطه انك تكمل منافساتك، فده عامل. لكن العامل الرئيسي طبعا فني، يعني انت النشاط الان واقف من شهر 3، والمنافسات الجديده للبطولات الافريقيه الرزنامه الموسم الجديد حيبدا نهايه اكتوبر، يعني حسب تصور الوضع الاتحاد الافريقي حيكمل الكونفدراليه ودور ابطال افريقيا في بدايه 10 اللي هو 2 و 3 10، حيلعب نصف النهائي، وفي 15/10 او 16 حيلعب النهائي بتاع دوري ابطال افريقيا، وقبلها حيلعب نهائي دوري ابطال الكونفدراليه. مطالب انه الانديه بعد ذاك الاتحاد الوطني يسمي الممثلين الافريقيين 15 اكتوبر، نهايه اكتوبر حيبدا العام الجديد الافريقي. يعني انت لحد قبل شهر 10 المفروض تكون نهيت موسم قد على الاقل عشان تبدا موسم جديد للمشاركات الافريقيه. والمعروف النشاط يقف من شهر 3، يعني دي وقف فتره طويله جدا. انت حتى لو لغيت موسم قد دار تبرمج موسم جديد وبرمجته شهر 10، حتلقى من شهر 10 الى شهر 3 دي 7 شهور، يعني الانديه محتاجه تكون شهرين على الاقل اعداد. حتبدا اعداد برضه شهر 8، يعني في نفس التاريخ الهسي اللي احنا بنتكلم فيه عن الازمه ده، المفروض النشاط لازم يكون يرجع. لكن يرجع كيف؟ هنا الاتحاد غلطان المشكلة. غلطان غلط كبير. هل ال $500,000 هي مع الرزنامه شكلوا سبب مباشر انه الاتحاد يكون او معظم اداري الاتحاد انه النشاط لابد انه يتواصل؟ والله الفكره النشاط نفسه اكثر من القروش، لانه القروش هي نفسها اصل. الان الاتحاد حيدي كان كل نادي من الدوري الممتاز $10,000، ال 17 نادي اي نادي $10,000، الانديه بتاعت الوسيط حيدي اي نادي $6,000، وحيصرف على الـ على الاشتراطات الصحيه الان، فحص كورونا كله متكفل به الاتحاد، واي محاذير ثاني حتقوم حيتكفل بها الاتحاد، اي اصلاحات محتاجه لها الملاعب، يعني كل التفاصيل زي دي في النهايه القروش دي بتصرف على النشاط، اصلا هي قروش مختصه بالنشاط، حتصرف على النشاط، يعني الفكره مش القروش في حد ذاتها، لانه القروش ما ماشيه للاتحاد، الاتحاد جايه وعشان يصرفها على النشاط، والفيفا طبعا صارم جدا في الجوانب الماليه، يعني كل مره عنده بيطالب بالميزانيات وبيها الصرف وبمستنداته وكذا، فبيسالك من كل دولار بيجيك انت صرفته وين؟ نعم بتصرف على النشاط، الفكره النشاط نفسه كان لازم يرجع، لكن الاتحاد انا بستغرب في حاجه، عدم حرص الاتحاد على التدابير والمحاذير الصحيه، يعني حتى فحص كورونا اللي عمله ده انا بالنسبه لي هو دي حاجه للشو كانت، ما عندها اي قيمه انها توحي للناس او انه الاتحاد حريص على عوده امنه للنشاط او على سلامه الرياضيين. ليه؟ لانه انت الليله الناس مثلا المريخ ده بيتمرن في المريخ، بعد التمرين بيمشي اتحاد الكوره بيعمل فحص وبيمشي بيوتنا اللاعبين، يبقى انت حتى لو كل النتائج طلعت سلبيه، لما الدوري يبدا شهر 8 حتضمن كيف انه ممكن اللاعب ده طلع من هنا من الاتحاد ونتيجته سلبيه، بعد 5 ايام يمشي خالط لزول وتتحول لايجابيه يعني ويركب بص او 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 فما في ما في ما كان في حرص. طيب على المحاذير ده ماشي، ده ماشي بيخلي انه الناس اللي عندها راي في انه النشاط ما يكتمل راي بيكون رايه يكون هو الاسلم، لانه صراحه نحن الان ما بتضمن، انا الان جاي من البيت يعني ما بضمن ناصر، ما بضمن احمد الجعلي قاعد كان شغال اخبار قبل شويه، ما بضمن محمد صالح المصور، ما بضمن يعني كيف يضمن الاتحاد يستمر في دوري واللاعبين غير موجودين، ودونك يمكن لو تابعت الدوري السعودي اللاعبين موجودين في فنادق، اللاعبين اللي جو من امريكا الجنوبيه كانوا متجمعين في منطقه واحده وطائره خاصه، في اسيا طائره خاصه ويجوا ويكونوا موجودين والفحص يومي، هل انت بتضمن انه اللاعبين يتم لهم فحص يومي والفحص الان انا قريت يعني ب 10,000 جنيه سوداني او 10 مليون؟ طيب يا استاذ معتصم انا الكلام ده حاخده لك من عده جوانب، يعني وجهه نظري من عده جوانب، اول حاجه احنا قلنا بروتوكول الفيفا وضعه هو ارشادات دار يضمن سلامه الممارسين اللعبه. في دول طبقته 100%، دول 50%، دول 70% حسب امكانات الدوله. وفي دول في افريقيا يعني عندك زي تنزانيا زي بوريندي كملت دورياتها، حتى فحص كورونا واحد ما عملته، كانت بتكتفي فقط بفحص الحمى. لكن انا بشوف يعني انا بحترمهم في الحاجه دي، هي قد تكون ما صح قد تكون فيها مخاطره كان كذا، لكن
انا احترمتهم في حاجه انه احترموا امكانيات البلد، يعني هم عارفين دي قدرات البلد كده، ما عندهم قدرات انه يطبقوا ولا 1% من البروتوكول ده، اكتفوا فقط بالاجهزه بتاعت الحمى دي قبل التمرين بعد التمرين في المعسكرات بيفحصوا الحمى وكملوا دورياتهم بشكل عادي، يعني ما طبقوا ولا 1% من بروتوكول الفيفا. يبقى هنا قلت لك انه المفروض نحن نضع بروتوكول سوداني، يعني عندنا القدره بتتوائم مع ظروف السودان انه يطبق. المساله بتاعت انه وجهه نظر الناس انه الحي دي فيها خطر، يعني لانه نحن ما قادرين نطبق او الحي اللي بيعمل فيها الاتحاد دي غلط، الكلام ده انا اتفق معك 100%، وخصوصا الاتحاد يتجاوز الدوله، يعني كان نسق مع الدوله ما كان شاف الوزاره ممكن تساعده بشنو، وزاره الصحه ممكن تساعد بشنو، كان ممكن نصل لحاجه وسط افضل نمشي. لكن برضه ما نحن هم الرياضيين دي جزء من الـ من الـ من المجتمع, المجتمع السوداني. اللي احنا شايفين الان اللي بيحصل في الشارع في الاسواق، حتى الرياضيين نفسهم بعيدا عن النشاط الرسمي هم بيشاركوا في دورات الاحياء، بيسافروا يلعبوا في الولايات مهرجانات تكريمات، بيحضروا جماهير غفير، يبقى سلامتهم برضو انت لو خليتهم بعيد عن النشاط الرسمي ما بتضمن سلامتهم، بالعكس النشاط الرسمي بيقلل من امكانيه خطر اصابتهم لانه بيكونوا موجودين في فنادق. انا مختلف معاك طبعا في النقطه دي وحارجع لك فيها ثاني، لكن معي الفاتح باني، الاستاذ الفاتح المهندس فاتح باني رئيس الاتحاد ورئيس اللجنه المنظمه. باشمهندس اهلا ومرحبا بك في زمن الرياضه. اهلا بك استاذ ومرحب بك ومرحب بشروق. اهلا ومرحب بك ومرحب بالاتحاد. لو تابعت يعني حديثنا كنا نتكلم عن جائحه كورونا وتاثيرها على النشاط الرياضي، انا يا ريت تحدثني عن اخر قرار صدر الان. اخر قرار صدر من الاتحاد بتاع النشاط الرياضي. نعم. كل المناقشات علقناها الى اجل يحدد لاحقا يعني. نعم. طيب انا كنت بتكلم مع ناصر قبل شويه، وناصر بيرى انه الاتحاد في بعض الاشياء اذا نسق مع الصحه مع الدوله كان ممكن تكون هناك، يعني كان في بروتوكول، يكون في بروتوكول سوداني نقدر من خلاله نواصل النشاط. ناصر بابيجر؟ نعم. ايوه تحياتنا للاخ ناصر. اهلا ومرحبا بك، بيسلم عليك. والله يا اخي التنسيق يعني يمكن شوف يعني كان في تنسيق مع غريبه مع الصحه ولايه الخرطوم. نعم. يعني يمكن الصحه ولايه الخرطوم كل الفحوصات اللي عملوها كانت مجانا. يعني يمكن فحص المنتخب وفحص يمكن قريبا 10 فرق مجانا، يعني ما كان ما الفحص ما كان بمقابل يعني. نعم. فانا افتكر هذا يعتبر تنسيق. نعم. كويس؟ يمكن في قصور في التنسيق مع وزاره الشباب والرياضه اللي هي ودي دي قضيه عندها خلفيات كثيره، يعني انا ما داير اخش فيها. يعني يمكن اتكلمنا كثير انه يعني تم تجاوز الوزاره في اشياء كثيره، ويمكن انا شخصيا ومجموعه من الاخوه الزملاء يعني قدموا اعتذار انه اعتذار التخطي، يعني كان يمكن حسن النيه كان وارد فيه اكثر من اي حاجه. لكن في التنسيق الصحه يعني كان في تنسيق مع وزاره الصحه ولايه الخرطوم. نعم. يعني بدل انه زي ما قلت لك بدات تبقى بخصوص التنسيق يعني. نعم. طيب ليه ما كان في تنسيق مع وزاره الصحه الاتحاديه اللي هي عندها قدرات اكبر واشمل يعني؟ والله يا اخي انخر الصحه ولايه الخرطوم ما قصرت. يعني مفرقه تيم خالص، تيم مفرقه تيم بتاع فصل موجود عندنا كويس؟ ويمكن الناس كانوا بيفتكروا انه هي كلها بودي واحد، بودي الولائيه والاتحاديه كان في اعتقاد انه وستيل انا بفتكر انه هم جزء واحد، لان الفحص كله كان في معمل جبره. نعم. طيب الحديث كان بيدور عن الفحوصات اللي تمت وانه رئيس الاتحاد غير معترف بها، هل الحديث ده صحيح؟ والله يا اخي تناقلت وفائده اعلاميه، لكن انا بفتكر يعني يمكن انا شخصيا عندي تحفظ عليه. لكن اتنافت الوفائد تناقلت كلام زي ده. نعم. وما حققت خلافك مع رئيس الاتحاد؟ لا ما في خلاف، اختلاف كان في اختلاف وجهات نظر وتم حكمه يعني. انت وجهه يعني اختلاف وجهات نظر، لكن ما في اختلاف شخصي. لا ما اكيد ما اختلاف شخصي، هو موضوع عام، واكيد الاختلاف او دائما في وجهات النظر بيكون في بتكون موجوده، لكن انا دا اعرف وجهه نظرك كانت شنو في استئناف الدوري الممتاز، ولانه زي ما قال ناصر قبل شويه انه والله يا اخي دي مرحله لكن يمكن انا كان من انا يعني يمكن في مرحلتين، في المرحله الاولى كان انا بفتكر انه يعني كنت انا من انصار انه ننهي الموسم. نعم. انه الموسم ما الموسم ينتهي ب 2019 2020 يمكن قبل اجتماع مجلس الاداره 28/6 انا كان ده رايي، وجيت المجلس وصوتت مع الراي البنادي، لكن في النهايه طلع قرار المجلس هو ديمقراطيه استمرار الموسم. طيب انت ليه تكمله الموسم
باشمهندس الفاتح، بتفتكر ليه انت كنت من انصارينه نهايه الموسم؟ والله انا بفتكر يعني انا متوقع زي الحاجات تحصل لكل انا متوقع وبتوعي مقارنه بامكانيه الناس وبدا انه انا كان بفتكر انه نعيد لموسم جديد مكتمل. يعني احنا مواسمنا الماضيه يعني الموسم ده الموسم اللي قبله برضه كان عندنا فيه مشكله صح، كان صادفنا الثوره نعم، هو الناس اضطرت تمشي تلعب في كوسي تلعب وين ما قدرنا نلعب في الخرطوم نعم، يعني دي مشاكل انا كنت بفتكر انه ده وبالاخص انه ده الموسم الاخير في دورتنا نعم، يعني كنا دايرين نبداه بصوره بروبر يعني يعني نبدا الموسم بصوره بروبر يعني نعم. الاخ ناصر عنده مداخله، ناصر تفضل. مرحبا بك اخ باشمهندس الفاتح باني. انا يمكن عندي سؤال واحد، الخطاب الطلع الليله من اتحاد الكوره شايف اشار فيه انه الغاء البرمجه الصادره وتجميد النشاط لحد لحين انتهاء جائحه كورونا، فانا ما عارف هل الاتحاد قاصد بانتهاء جائحه كورونا دي انه لحد ما الوباء ده ينتهي رسمي ما معروف بعد سنه سنتين ولا لحد ما الدوله تغرر عوده النشاط يعني؟ والله يا ناصر يمكن ده ملاحظه في التعميم الاول فيه الالغاء، التعميم الثاني ما فيه الغاء. يعني يمكن التعميم الثاني كان يعني يمكن في الامانه كتبوه يمكن احتمال يكون في حاجه فيه انفعال في حاجه زي دي، لكن الناس اداركته سريع وتم تعديل. اول حاجه شب الالغاء، ما في حاجه اسمها الغاء يعني في تعليق المنافسات الى حين يصح مكتوب الى حين انجلاء الجائحه. طيب هو ده بتحدده السلطات الصحية. يعني تفتكر انه وقت ما قالت انه الظروف بتسمع بمعارضة النشاط الرياضة احنا نعتبرها خلاص كرياضة ده انقضاء خلاص انتهت، بعد ذاك مجلس الادارة هو المرحلة الثانية مجلس الادارة بقرر انه يوافق بتم. طيب اذا استمرت الجائحة وما وصلكم خطاب بالاستئناف، يعني رأي الاتحاد العام حيكون شنو في النقطة دي ولا ده بيكون خاضع للاجتماع؟ والله الراي في النهايه راي مجلس الاداره، لكن حتى مجلس الاداره نعم ما حيقدر يتخذ اي قرار ما لم السلطات الصحيه تحدد انه الظرف يسمح بمعاوده النشاط ولا لا. نعم. طيب اذا الظرف يعني الان الكوره في ملعب الصحه. اذا استمرت وزاره الصحه في 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 رايه وانه الظرف غير مهيأ، يعني بتتوقع شنو؟ يعني اتوقع الموسم ينتهي. بس الموسم ينتهي على يعني على هيعتبر الموسم السابق ولا الدوره الاولى ولا ما على ما هاي بعد ذاك مجلس الاداره هو اللي بحدد. يعني انا اتوقع انه مجلس الاداره يحدد انهي الموسم. نعم. انا بحييك كثير جدا باشمهندس الفاتح باني نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنه المنظمه، شكرا لك كثير. ناصر، بعد الخطاب اللي وصلهم وبعد الحديث عن انه بعد انتهاء جائحه كورونا يعني انا يعني بسمع وزاره الصحه العالميه يعني بتتحدث عن انه هذه الجائحه قد تستمر لفترات طويله. بعد ما نجي راجعين ناخذ فاصل للمشاهدين الاعزاء ونواصل بعد الفاصل. مرحبا من جديد مشاهدينا الاعزاء، برحب بالزميل ناصر. ناصر، انت يمكن قبل انا قلت لك بختلف معاك في نقطه، وانا بفتكر انه انت رياضي وانا رياضي، يعني مارسنا كره القدم والاداره وكله، لكن حكايه انه يعني يكون في قانون يقدر يضبط لي مجموعه ما زي لما يكون اصلا ما عندي قانون لاولاد الحله، اولاد الحي، اولاد الفريق، انت ما حتقدر. يعني انت انا وانت الان موجودين هنا ما عارفين اخواننا وين، يعني يمكن يكونوا في شارع النيل مثلا. فبالتالي انا بفتكر انه يعني مهم جدا إذا كان عندك كنترول على حتى على مجموعة بسيطة أفضل من إنه يكون ما عندك كنترول، ما تقدر تعمل كنترول على الناس السوق يعني. طيب يمكن قبل المداخلة بتاعت باشمهندس الفاتح باني كنت بتكلم لك إنه أنا شخصياً مع عودة النشاط نعم، وشايف إنه خلاص السودان يمشي يتعايش مع وباء كورونا، ما إحنا عارفين إمكاناتنا الصحية وإمكانات الإدارية بتاعت كرة القدم وإمكانات البلد بشكل عام. فما عندنا حل غير نتعايش، لأنه لو انتظرنا مثلاً إنه الوباء ينتهي أو يتناقص أكثر من كده ممكن ننتظر فترة طويلة جداً حتى الموسم الجاي ما نلحقه. وأنا قلت لك حتى الموسم الجاي لو نحن قررنا نلغي ده ونحدد الموسم الجاي برضه الأندية المفروض تكون ممارسة نشاط صح. لكن برضو أنا ما بتفق مع الأصوات مثلا وجهت انتقادات أو هجوم
حاد على اداره الشباب والرياضه. ليه؟ لانه انا بتكلم عن انه الاسواق الحركه فيها عاديه، صح. السفر الحركه فيه عاديه، المواصلات الحركه فيها عاديه، من يوم السبت الباصات السفريه حتفتح. لكن في النهايه يعني ما انا لما نجي اقول الحاجات دي وانه الاشتراطات دي ما مطبقه او الاحترازات او غرائط الدوله عموما اللي كان بتصدر من اللجنه العليا للطوارئ الصحيه اذا هي ما مطبقه في ارض الواقع وفي حياه الناس، دي مشكله مزدوجه، جزء منها السلوك بتاعنا نحن كشعب سوداني اذا عملنا بلا مبالاه مع المساله بتاع جائحه كورونا. في جزء قصور معلق قد يكون باجهزه الدوله في الرقابه في تنفيذ، لكن اذا جات مؤسسه واحده من مؤسسات الدوله زي ورطه الشباب والرياضه فيما يليها أصرت علينا تنفذ اشتراطات، يبقى احنا المفروض نحييها. ما هي خلاص يعني ما اشتغلت بانه كل الوزارات الثانيه كل ما قايمه بدورها، ما قايمه بدورها، هي حريصه انه فيما يليها دار تقوم بدورها، النشاط بعوده امنه دار تقوم بدورها، احنا المفروض نحييها على الحاجه دي. وقلنا من البدايه المشكله هي مشكله بتاعت عدم تنسيق وبتاعت تجاوز، يعني هي عقليه الصراعات اللي قاعد الموجوده في اتحاد كره القدم وحب الاداريين عندنا بتاعين الكوره للصراع صنعت معركه من العدم. يعني هو اصلا وزاره الشباب والرياضه للان مع وزاره الصحه ما طالبين غير بروتوكول الناس تقدر تطبقه، يعني الان لا زال متسع، يعني الناس لو راعت المصلحه العامه ليه؟ لانه معتصم برضه في ضرر كبير جدا حيقع على الانديه، يعني الانديه دي في انديه باديه اعداد لها شهر كامل، في انديه جات في الخرطوم قاعده في معسكرات من انديه الولايات وحاجزه فنادق لحد نهايه اكتوبر باعتبار ان الدوري حينتهي نص اكتوبر 15 اكتوبر وصرفت صرف التعارف الصرف اليومي لنادي كره القدم موجود في فندق بكلف زي كم، يبقى الانديه دي حتدفع ثمن طويل لو لو عوده النشاط دي تاخرت، تسميه الممثلين افريقيا والغاء الموسم بترتب عليه ظلم كبير جدا، يعني لو لغيت الموسم سواء اعتمدت الترتيب الحالي ظلم ما عادي، لو اعتمدت نتائج الدوري الاولى ظلم كبير، لو اعتمدت نتائج الموسم الفات الموسم الفات مثلا مثلوا اهلي شندي والخرطوم الوطني، الان الاثنين هم في النصف الاسفل من الجدول ما عندهم اي فرصه يمثلوا، حتظلم هلال اللبيط والامل والانديه القريبه من التمثيل زي حي العرب، هلال اللبيط، امل عطبره، من رغال فاشر، يبقى اي الغاء بترتب عليه تبعات كبيره جدا، القروش اللي بتجي من الفيفا الان حتتوزع على الانديه دي حتروح على السودان، قد يتخذ الاتحاد قرار بانه يعتذر عن المشاركات الافريقيه الموسم الجاي، حتكون خساره كبيره جدا للكره السودانيه، غير امتداد امد التوقف، يعني احنا واقفين من شهر ثلاثة وانت زور لاعب كره قدم كنت او اداري بتاع كره قدم عارف تاثير انك تغيب من الكره خمسة شهور، دي حاجه صعبه شديد يعني كبيرة. ولما ترجع حتترتب عليها اصابات كبيره ويعني في اضرار كبيره، لازم لازم الناس بعد تقدم المصلحه العامه اللغه بتاعت الصراع العنتريات تبعيده بالذات من اتحاد الكوره، الناس تبادر اتحاد على الوزاره يضعوا بروتوكول، الوزاره انا عارف انها عملت لجنه لاعتماد بروتوكول لعوده الانشطه الرياضيه الجماعيه والفرديه وحتحدد مواعيد لعوده الانشطه، كل اللي اتمناه وانا من اللجنه دي ومن وزاره الشباب والرياضه بالتنسيق مع وزاره الصحه انه يستثنوا يعني يراعوا الوضعيه الاستثنائيه لكره القدم من كل الجوانب، جانب الرزنامه الافريقيه والمشاركات الخارجيه، جانب الضرر الحقيقه على الانديه، اي يوم واحد تاخير في عوده النشاط الرياضي بترتب عليه خسائر كبيره جدا واضرار، غير انه يا جماعه نحن ما الناس رجعت تمارس اعمالها، يعني بكل المهن الناس رجعت، لاعب الكوره دي مهنته، المدرب دي مهنته، طيب الحكم دي مهنته. اذا ما وصلنا الى بروتوكول، انت تكلمت الان كلام جميل جدا، اذا كل الجهات المشتركه في استئناف النشاط قعدت مع بعض ممكن تطلع بروتوكول يعني يكون فيه اقل الاضرار. هل بتفتكر انه يا ناصر اذا وضعنا في كفه انه البروتوكول ده ما الناس ما قعدت وما اتفقت وجائحه الكورونا بكفه، بتفتكر انه لازم الناس تواصل نشاطها؟ انا شخصيا من انصار انه الناس تواصل نشاطها، لانه قلت لك انا رايي انه النشاط التنافسي حتى لو بدون بروتوكول بيقلل خطر الاصابه بكورونا من انه اللاعبين يكونوا موجودين بدون نشاط تنافسي، لانه اللاعبين ديل ما تعرف اللاعب السوداني بتلقى الليلة متمرن في الحجوز في القلاكلة في الثورات وين في الاحياء وبمارس حياته شارع النيل واصدقاء والمناسبات الاجتماعيه و ما هم خلاص ما انت دار تحميه دار تحميه لو خليت هنا يا ناصر تحميه. انت هنا بتتكلم لي يا ناصر عن اولاد منطقه محدده حله محدده، لكن انت لو مسكت اي فريق من فرق الدوري الممتاز بتجد انه عدد من الولايات بتوجد في فريق واحد، يوهان الصينية ووهان الصينية فرد واحد عمل المشكلة دي كلها، فبالتالي انت الان بيجيني فريق من الفاشل وفريق من الجزيرة وفريق من الشمالية وفريق من 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 الجنوب من الدمازيق، يعني دي كلها او لاعبين مش فرق، هي لاعبين داخل الفرق دي لاعبين من كل الولايات، لاعب واحد ممكن نقول الخطر، خاصة اللي احنا اذا عرفنا انه واحد من لاعبي هلال فاشل، انا قريت يمكن قبل شوي انت يا ناصر يمكن يكون متابع انه اصيب بكورونا،
هو لاعب هلال الفاشر وقبلهم اللعيبه بتاع هلال المريخ طبعا. لما عادوا الفحص طلع سلبي، لكن بعيدا عن نتائج الفحص الاداره حاولت اجاد الكثير. في النهايه هم لعيبه يعني لعيبه المريخ مثلا والهلال وتوتي الثلاثه انديه دي اظهرت لهم حالات، اللاعبين اللي كانوا ما غابوا يعني المريخ ده كان الوقت داك بيتمرن له اسبوعين ما اللاعبين اللي ما غابوا ولا تمرين وفي كامل صحتهم وظهرت لهم حالات ايجابيه. نفس الهلال الفاشر ده برضه فحص بعد كم تمرين ومباراه وديه وكذا، واللاعب ده كان مشارك يعني في التمارين في المباريات الوديه يبقى حتى اعراض ما في. دي زي الحالات اللي قاعد تظهر في دوريات ثانيه وكذا من غير اعراض بيتم فقط عزل اللاعب والفريق بيواصل نشاطه عادي يعني ما فيها خطوره يعني. يعني ناصر نحن الان ما عندنا قدرات والامكانيات عشان نعزل، يعني احنا الان اللاعبين موجودين وانا عدد من اللاعبين تكلمت معك قبل البرنامج انه اللاعبين بيتناولوا المياه مع بعض، انهم بياكلوا مع بعض، انه في الغرفه بيكونوا ثلاثه اربع لاعبين. مشكله خطيره يا ناصر. لا لما تظهر للاعب حاله بتاعت كورونا بتم عزله منزليا. نعم. يعني هو بيطلع من معسكر الفريق و يعني زي العزل حتى في اوروبا عزل منزلي يعني الا الذل بعد يدعب وتظهر عليه وعراض. انت يا ناصر انا تكلمت عن ثقافه الانسان السوداني مشكله كبيره، يعني ثقافه الانسان السوداني برضه مساهمه فاعله وخطيره في انتشار المرض. يعني يا ناصر الان لو طلعت الشارع بتلقى مجموعه من الناس موجودين في مكان واحد وبيشربوا في شاي. صح، هي دي النقطه احنا يعني تكلمنا عنها انه احنا سلوكنا ما مكترثين لكورونا، وهو زي ما قلت لك انه الرياضيين دي جزء من الشعب السوداني يعني ده سلوكهم كده. انت الدوله دي قدر ما عملت احترازات عشان تضمن بها صحه مواطنينا وصحه الناس والناس ما مكترثه. الناس ما مكترثه. فالرياضيين دي ما بيختلفوا يعني صح الناس تجتهد تضع لهم بروتوكول وتحاول تطبقه، لكن في النهايه هي مساله كورونا دي واحده من الحياه الدايره ثقافه شخصيه. يعني انت لو ما كنت حريص على روحك ما مشكلة في يعني مهما وضعوا لك من احترازات ما دي مشكلة خطيرة أخ ناصر. وحقيقة يمكن تابعت حديث وزارة الشباب والرياضة وكان بدور جدل كثير جدا عن الحديث الوزيرة، ويمكن أنا طلعت على الحديث وأنا بختلف معك في نقطة بس أنا بتفق تماما مع الحديث اللي لتأجيل البطولة أو حتى إلغاء الموسم. حديث الوزيره كان ويعني يمكن في نقد كثير جدا من بعض هي الوزيره طبعا لو في مأخذ عليها كان النقطه بتاع الجلوس مع انديه الدوري الممتاز اللي هي تشتكي من الحياه اللي بيعمل فيها الاتحاد او كذا. طبعا يعني في المنظومه الرياضيه الدوليه حاجه ممنوعه تماما منعا باتا. ولو كان الجو جلسوا مع الوزيره دي الجو بتفويض رسمي من انديتهم كان الانديه دي ممكن تصل عقوبته لدرجه تجميد نشاطهم او شطبهم من سجلات الاتحاد السوداني وبدعم كامل من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، لانه الحاجه دي يعني ده تجاوز كبير. انت بتمشي تشتكي لسياسيين او جهه سياسيه تابعه للدوله بتشتكي للاتحاد السوداني، انت لو عندك اي تحفظات على الاجراءات الاحترازيه اللي عامل الاتحاد السوداني او حتى انه ما عامل احترازات بتخاطب الاتحاد السوداني هو المنوط به يعني هو المسؤول منك انت كنادي. نعم. والوزيره هي يعني اخذت على الاتحاد مرات كثيره تجاوزه للوزاره ومخاطبته لجهات ثانيه في الدوله بدون ما يمر عبر القناه الرسميه. هي برضه ده نفس الخطا اللي ارتكبته مع الانديه، يعني انت برضه الانديه كانت توجهها تمشي للاتحاد السوداني ما يشتكوا للوزيره. اي صح هي وزيره لكل الرياضيين ممكن تستقبل اي زول كده، لكن لما يعني انت تنتقد الاتحاد في تجاوزه وانه ما برضه الانديه دي برضه غلطانه في الحاجه اللي عملتها. غير كده حرص الوزيره على صحه الناس وحرصها على انه عوده امنه، هي قالت هي مع عوده النشاط تماما. نعم. لكن مع عوده امنه وببروتوكول. نعم. الناس بنقيف معاها في الحاجه دي وبنتفق معاها تماما. نتفق معاها تماما في هذا الراي. ومعي عاطف الاستاذ عاطف ولاني رئيس نادي مريخ الفاشر. استاذ عاطف اهلا ومرحبا بك في زمن الرياضه. مرحبا بكم ومرحبا بزمن الرياضه وكل المشاهدين والمستمعين الكرام. اهلا ومرحبا بك. اخ عاطف رايك شنو بعد تعليق النشاط؟ والله حقيقة يعني في الأيام اللي فاتت شهدنا كثير من التضارب في الآراء والقرارات وخلافه. نعم. لكن هي طبعا في النهاية مسألة احنا بالنسبة لنا مسألة طبيعية جدا. نعم. وفي كل الأحوال بالنسبة لنا احنا الأولوية طبعا تظل في كل وقت وحين هي سلامة وصحة اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية. نعم. مع ذلك بنفتكر انه يعني الكوره هي اساسا بتعتمد على مبدا الدوران. فانا بالنسبه لي بفتكر انه تعليق النشاط الى حين لحد ما القرار اصلا جاي من اللجنه العليا للطوارئ، وبالتالي يعني الكل ملزم بهذا القرار. ولكن في نفس الوقت ايضا احنا خلاص شاهدنا انه الحياه الان بدات تعود
الى مجاريها، ونتوقع انه يعني اذا كان الاتحاد بيقول الدوري يوم 15 ممكن الدوري يكون يوم 25، الدوري يكون يوم 1/9، وما انا ما شايف في مشكله كبيره. طيب عاصم، اخ عاصم انا نزلك عن مريخ الفاشر، الان مريخ الفاشر وين؟ مريخ الفاشر موجود في الخرطوم وشغال في التمارين بتاعته. شغال في التمارين، عملت فحوصات؟ الفحوصات في جزء من اللاعبين التجميع بتاعهم ممكن جاي متاخر، لكن اليومين ثلاثة من تيم الفحوصات، لكن عملنا كل الترتيبات بتاعت الفحوصات. لا لكن انتوا عملتوا ترتيبات، الان في متخالطين وبيلعبوا بياكلوا مع بعض وقاعدين مع بعض، ده ما عنده تاثير تفتكر تاثير كبير؟ والله هو موجود، لكن انت في النهاية المسألة دي هي لما تيجي تنظر لها من منظور ثاني او خلافه ولا كذا، ما اصلا يعني البروتوكول ده ذاته جاء بطريقة ما واضحة وكانت فيه ضبابية. كويس، احنا لاعبين بدينا وكل الفرق دي لاعبين بدات التمارين، بدات التمارين متى؟ ما عملت القرار يعني، المريخ لاعبين بدات التمارين بدأوا شهر ونص عملوا القرار وما عملوها بعد ذاك يعني. طيب هي المسألة من ناحية انها ما سليمة، ما كانت ما سليمة يعني. ما سليمة. طيب انا بسأل، هل في قدرات للأندية الآن انها تعسكر الفترة الطويلة وتقدر تعمل حظر اللاعبين وتقدر تعمل فحص دوري للاعبين؟ عندكم الامكانيات دي؟ والله الانديه دي ما عندها اي امكانيات، لكن هي في النهايه مجبوره، لانه انت يعني المساله بدات بطريقه غير صحيحه، الاتحاد يتكلم عن انه داير يدعم الانديه لغايه الليله ما دعم الانديه. دي منقصه محسوبه على الاتحاد. لكن في نفس الوقت يعني انا ما بنتظر الاتحاد حتى اقول ابدا المشهد بتاعي، لانه الانديه كلها اذا كان بدات بعد شويه بتلقى نفسك بره الفورمه. فاحنا غصبا عننا بدينا، لكن ما عندنا امكانيات. هو يعني بديت وبعد ذاك فتش استدين من هنا وشيل مال من هنا وشيل من كذا، لكن اصلا الانديه السودانيه معروفه انها ما عندها امكانيات، ما عندها مصادر. طيب ودي مشكله كبيره. امكانيات صعبه قبل كورونا. قبل الكورونا، بعد كورونا دي الواطه دي ما في زوز، الناس اللي عندهم امكانيات الان بعد كورونا بقت مشكلته مشكله. طيب انتم حتقعدوا في المعسكر ده لمتين؟ انا ما عارف، انا واحد من الرياضيين يعني عارف المعسكرات، اكل خاص، الايجار ذاته مشكله، وكمان انت ملاحظ الركود الاقتصادي الحاصل في العالم كله بسبب الجائحه. ما هي احنا الان بقينا في سياسه الامر، الامر الواقع انت مجبور تخلي فريقك يكون في الفورمه، لانه في اي لحظه المساله دي تفتح انت في النهايه خلاص تعرف على نهاياتها، احنا اصلا بدينا خلاص يعني. طيب وانه عشان نقعد ثاني اسبوع ولا اسبوعين بنتحمل وبنقعد. طيب انتوا الان ما مش عندكم خسائر كبيره بوجودكم في الخرطوم؟ ما هي اثر اي على نفقات على التزامات ماليه اكيد بتؤدي لانه يعني انت بتكون محتاج لنفقات، وبالتالي بتكون على حساب كل اصلا انت ما عندك مصادر بتاعت تمويل، بالتالي يعني بتبحث عن اي مصادر تعتمد على الاداريين على الحكومه، الحكومه ذاتها ممكن تكون جاهزه، بالتالي ده الواقع يعني. طيب انتوا الان قادرين تعملوا كنترول على اللاعبين؟ مش اللاعبين المريخ الفاشر بس، بقصد كل الانديه تقدر تعمل كنترول انه اللاعبين مثلا الواحد ما يطلع يمشي اهله، او الواحد ما يطلع يمشي السوق، يكون موجود 24 ساعه داخل المعسكر؟ ده ما بيحصل والله، انت نكون واقعيين ونكون صادقين. يعني انه كون كنترول وضوابط وبتاع، ما في جهه الان تستطيع انه تعمل كنترول بصوره بروفر او صوره 100%، لكن هي غايته مساله في النهايه. طيب يعني الامر ما هو من الناحيه العلميه البحته يعني. طيب رايك شنو اذا الغوا الدوري وعشان الخسائر وعشان ما تتدينوا، يعني جوكم من الاخر والغوا الدوري، افضل ولا افضل يخلوكم معلقين كده؟ لا انا افتكر السؤال ده ما في محله. احنا يعني انا بالنسبه لي كره القدم اساسا هي مبدأها قائم على الدوران. يعني الكوره دي اتعملت والانديه دي قامت عشان تلعب كوره، الكوره اتعملت عشان تتلعب. نعم. بالتالي انا كنادي يعني اولويتي بتكون انه عايز العب كوره يعني. طيب انت اذا في يا اخ عاصم، اذا في ظرف محدد، انت الان قبل شويه كنت بتكلم مع الاخ الفاتح باني، قال احتمال يكون في الغاء للدوري مثلا اذا الظروف استمرت، احتمال في الغاء، ده سؤال منطقي ومشروع يعني. والله طبعا احنا يعني كل شيء وارد، لكن احنا في النهايه ما بنمشي نقول والله يا اخي خلاص الغوه وقفوا كده، او اذا كان ممكن يتلغي ايوه ممكن يتلغي، ده شيء وارد. نعم. لكن ده اللي انا بتكلم لانه في صراع موجود، والصراع ده ممكن يؤدي لاي نتيجه سلبيه يعني. يعني ممكن يتلغي، ممكن يستمر، ما معروف اللي حيحصل شنو. طيب انا ما في والله ما في دوري، اذا كان الليل ده اللي انا اكد لك انه لا احد يستطيع انه يقول والله دوري كل الاحتفاليات قائمه. طيب رسالتك شنو انت اللي الان بتقول شنو للاتحاد، للانديه، للرياضيين كلهم بتقول شنو، للوزيره وللجنه الصحيه ولوزاره الصحه؟
والله أنا يعني كل الجهات الآن بالذات الاتحاد والوزيرة يعني أطلب منهم إنه يكون في طلبان أول حاجة. العمل العام يعني هو كل المسألة فيه بتكون صعبة، يعني التصادم والمجابهة القوية الأكثر من اللازم ما بده يؤدي للنتيجة. لا بد من وجود مرونة، لا بد من وجود تفهم لوجهات النظر الآخر، وبالتالي يعني الرجوع للتدابير الصحيحه والسليمه، وكل يعني احنا ما عايزين منتصر ولا عايزين مهزوم. نعم، الاخ عاصم فولاني رئيس مريخ الفاشر، انا بشكرك كثير واهلا ومرحبا بك. تابعتك اليوم الاخ ناصر وبيتكلم ناصر عن الاخ عاصم بيتكلم عن انه يعني ظروفه صعبه حتى من ناحيه ماديه وما في كنترول على اللاعبين والخسائر بتدين، ونفس كلامك كنت بتكلم والله فيه. انا امن على كلام اخ عاصم الخولاني، حيو تحيه كبيره، وبامن على كل النقاط اللي قالها، فيها نقاط جوهريه. امن على انه نقطه الاصل في كره القدم هو الدوران، هو استمرار النشاط. يعني الطبيعي انه الكره تكون شغاله ما انها تكون واقفه. اتكلم عن انه يعني اتكلم بواقعيه شديده انه مساله المحاذير دي، يعني هم مهما يجتهدوا مثلا كاداريين، خلينا ما سلوك سوداني، احنا يعني مثلا جربنا يعني قبل الجائحه تذكر فتره غارزيتو مثلا لما يقول اللاعبين ما تاكلوا فول في رمضان، دار يمنع يعني دار ثقافه غذائيه معينه لازمه لفريق الكوره، بتلقى لا اصرار من اللاعبين دايرين يعني احنا ما دي العقليه خلاص بتاعتنا. صح. الناس بتجتهد تغييرها لكن ما بتقدر تعمل على كنترول المساله بتاعت البروتوكول نفسها وكده. احنا قلنا نتعامل معاها بواقعيه، يعني انا احترمت الدول في افريقيا اللي قالت احنا والله البروتوكول اخذته على جنبه، قالت عارفين امكاناتنا لا كدوله لا كاتحاد كره قدم ولا كانديه ما حنقدر عليه، حنتعايش بس وحنواصل حياتنا. فالناس تصل بس لبروتوكول واقعي، والناس تبعد عقليه الصراع والازمه دي اساسا. مش بقول لك الحرب اولها كلام، الازمه دي سببها تصريحات من جانب مسؤولين في اتحاد الكوره مره واثنين، ابروف كمان شداد، حسن برقو، وبعض اللقى العنتريه، وبعض التعاملات اللي يعني هي محسوبه انها يعني الناس تامل انه يكون فيه تغيير حقيقي. لسه بعض الاداريين بالذات في اتحاد الكوره بيتعاملوا بعقليه النظام البائد، انه يا اخي انا بعلاقاتي ممكن اجيب اي قرار من الدوله. ممكن اجيب من مجلس السياده قرار، ممكن اجيب من رئيس مجلس السياده قرار. ويعني ممكن يعني يتباهوا بالمساله دي مع انها غلط. الدوله لازم تكون دوله مؤسسات وتمشي بمؤسسات، فالاخطاء دي في النهايه الان دفعت ثمن الانديه، ما عندها اي ذنب، بدت تمارين وعملت اعداد وخشت معسكرات وصرفت صرف، نحن عارفين الانديه دي بتعاني لا تدري عشان توفر المنصرفات دي، الان بتدفع في ثمن هي ما عندها فيه ذنب انه في ذنب في اتحاد الكوره كان بيفتكر انه هو ممكن يجيب قرارات من فوق ويفرضها على مؤسسات الدوله او اداري بعقليه بتاع الصراع انه بيزدري مؤسسات الدوله ما بيحترمها. في النهايه دي النتيجه، النشاط يتعطل وبتتضرر الانديه. انا اتمنى انه الدوله زي ما تعاملت يعني حرصت انها تحفظ هيبه مؤسسه الدوله وان الامور تمشي بمؤسسيه وعبر القنوات الرسميه، انها هي تكون اكثر حرصا على المصلحه العامه من اتحاد الكوره، ويعني تستثنى وضع كره القدم وتحدد تاريخ قريب ببروتوكول تجتهد هي ذاتها مع وزاره الصحه يقعدوا مع بعض انه مع بعض يحاولوا يساعدوا في انه البروتوكول ده يطبق. نعم. طيب اذا مشينا للهلال، يعني الاوضاع في الهلال بعد يمكن حديث الرئيس نادي الهلال كاردينال والاحداث السابقه، الاوضاع في الهلال ماشي لوين؟ طيب انا في الاوضاع في الهلال وبعد شويه حنجي للاوضاع في المريخ. نحن لو مسكنا اي مؤسسه رياضيه وتذكر الاستضافات السنوات اللي فاتت كلها، نحن دائما نتكلم عن ازمات. نعم. انا دار اوري انه ضل اصل في الوسط الرياضي، يعني عقليه بتاعت صراع عنيفه جدا، صراع بيقضي على الاخضر واليابس، صراع ما براعي للمصلحه العامه. يعني الناس بيتكلم مثلا الان عن وزيره الشباب والرياضه او كده، انها لا الصراعات جزء من الوسط الرياضي، دي العقليه دي موجوده في الوسط الرياضي. الان الهلال فيه صراع غريب جدا، يعني مجلس الهلال فترته كان بتنتهي بنهايه شهر يوليو اللي هي تقريبا يوم 27 يوليو فتره مجلس الكاردينال انتهت. الاتحاد العام من شهر 4 عم يطلع تعميم صحفي وزعه لكل الاتحادات المحليه والانديه انه اي اتحاد او نادي فترته بتنتهي ابان جائحه كورونا حيكون مستمر لحين نهايه الجائحه، لانه الاتحاد موقف الجمعيات العموميه. فالمجلس حيستمر لحد ما الجائحه تنتهي ويسمح بعوده الجمعيات العموميه، ويبقى ان التعميم ده مجلس الكاردينال فترته المفروض تكون مستمره. لكن الكاردينال طلع في قناه الهلال واعلن انه ما حيقعد يوم واحد بعد نهايه فتره المجلس اللي هي نهايه يوليو. اعلن ابتعاده رسميا. اتحاد الكوره عشان يتدخل في ازمه الهلال كان محتاج انه يعني محتاج لخطاب او حاجه رسميه من نادي الهلال انه الهلال فيه فراغ اداري، انه بعد شهر 7 ده المجلس ده تنحى،
الكاردينالي ابتعد بدون ما يقدم حاجة رسمية. هو بشوف انه هو ما عين الاتحاد، ما برسل خطاب للاتحاد، بقى الاتحاد لا قادر يتدخل لانه هو وفقا لتعميمه هو ذاته المفروض المجلس ده مستمر وما حيقدر يعتمد على تصريحات اعلاميه، لانه لو اخذ خطوه قد المجلس ده قاضيه. نعم. انه يا اخي انت كيف تعين مجلس واحنا قاعدين؟ نعم. فلحد ما بعد ذاك الوضع يتأزم، فريق الكره في الهلال يتاثر يتضرر، تدريباته تاخرت شديد، دائره الكره في الهلال والجهاز الفني بذلوا مجهود مضني كان عشان اللاعبين يسافروا يقضوا العيد مع اسرهم، مشوا للاقطاب، جمعوا مال، سفروا اللاعبين، يعني وضع كان صعب صعب جدا، صعوبه ما عاديه. في النهايه تدخل الاتحاد لامين لقى انه يعني يبدو انه مجلس اداره الهلال المنتهيه فترته اللي هو بتاع الكاردينال داري يخلي الوضع كده او داري يخلق ضرر للهلال، يعني يدفع ثمنه المجالس اللي بتجي بعده يلقوا وضعيه صعبه. قام خاطب المكتب التنفيذي نادي الهلال انه اخترونا بالوضع في الهلال، هل في مجلس اداره؟ ما في، بخطاب رسمي، لانه الاتحاد داير مستند على ضوءه يصدر قراره. ومكتب التنفيذي افاد انه في بتاع حاله بتاعت فراغ اداري، حكى الوضع، وكان الهلال الليله ذاته معلن عن مؤتمر صحفي لكن بعد ذاك اتلغى. بعد ذاك بدا الاتحاد يجتمع بالتنظيمات الهلاليه، يقبل ترشيحات للجنه التطبيع لانه حيكون لجنه التطبيع لنادي الهلال مطلع الاسبوع الجاي. فجأة ظهر تاني الكاردينال في المشهد، يعني بعد مبارح الأمين البرير والكوارث اجتمعوا بمجلس الإدارة يقدموا غايمة بتاع اختلاف التنظيمات الهلالية، حيكون كان على رأسها الأمين البرير، وبعد ذاك الكوارث أمين عام، وفي من تنظيم طه علي البشير نائب الرئيس، من تنظيم صلاح إدريس أمين المال، من اختلاف قدموا غايمة للاتحاد. ظهر الكاردينال يجتمع بشداد، شداد وضع له ثلاثة خيارات، إنه يستمر بمجلسه وفقا للتعميم القديم انه المجلس يستمر، واذا دارين يضيفوا له بعض الناس لانه المجلس ناقص، او يجي ذاته على راس لجنه التطبيع، يعني خلاص يعتبر انه هو مجلس ذاك يتنحى ويعينوه ثاني مع لجنه التطبيع توافقيه من بقيه التنظيمات، او الخيار الثالث بعد ذاك انه يتنحى ويبتعد نهائي ويتم الاتحاد يمضي قدما في انه يكون لجنه التطبيع. تفتكر اشرف حيستمر؟ والله ظهوره المفاجئ وعودته واجتماعه بشداد بيوحي انه حيستمر، والغاء المؤتمر الصحفي كان مغرر للهلال الليله برضه بيوحي انه يستمر، لانه كان غالبا المؤتمر كان مغرر انه يسرد المعاناه اللي هم فيها والوضع الاداري، ولو كان الدوري حيتلعب الهلال كان لاعب يوم السبت كان ظروفه صعبه جدا، قد يعني يلوح انه ينسحب من الدوري او ما يلعب، لكن الان الدوري مزاره الدوري علقت، وواضح انه يعني ظهور الكاردينال في المشهد هو مرتبط بالغاء المؤتمر، وانه من يوم السبت غالبا حيتم اعلانه هو ثاني رئيس لنادي الهلال سواء بنفس مجلسه او بلجنه التطبيع. نعم. طيب المريخ الحاصل فيه شنو؟ المريخ صراعاته يعني استمرت فترات طويله جدا، في حراك خلال الاشهر الاخيره لسحب الثقه من مجلس الاداره، وتقدم الخطاب لمجلس الاداره قائم معاه توقيعات، ومشت نسخه للمفوضيه ومشت نسخه لاتحاد كره القدم السوداني. النسخ منتظره كانت الرد بتاع مجلس الاداره على الطلب بتاع اقامه جمعيه لسحب الثقه من المجلس، لسه ما رد. في الغالب يعني الناس بيتكلم عن انه الموقعين على القائمه دي اغلبهم عضويتهم ما مجدده، يعني هم ما مؤهلين قانونا لانه يشاركوا في جمعيه عموميه للنادي، لانه العضويات دي ما مجدده، ما مستوفيه للشروط. المجلس جوا فيه خلافات كثيره، معروف انه اعضاء كتار استغالوا، امس سمعنا اول ليله الصباح انه رئيس النادي اصدر قرار ب اقاله المدير التنفيذي. وقبل الحلقه بدقائق انا قريت تصريح لعضو مجلس الاداره محمد موسى الكندو بيتكلم انه ده قرار فردي ما قرار مجلس اداره، والمجلس اصلا مجتمع ولا ناقش قرار زي ده، وبينتقد القرارات الفرديه، ودي ما المره الاولى اللي يتم فيها اقاله المدير التنفيذي، والمساله تسبب ازمه في مجلس اداره نادي المريخ. في برضه تخبط كبير في مساله الاجهزه الفنيه، يعني يمكن خلال فتره الموسم ده بس اربعه او خمسه اجهزه فنيه، المريخ كل مره بشيل جهاز فني، حصل تخبط كبير في مساله المدرب السابق امين المسلمي اللي هو جابوه ثم تمت اغالته بعد التسريب التسجيل الصوتي الشهير، بعد ذاك ثاني المجلس في شهر 6 اعلن عودته مدير فني، بعد ذاك ثاني فتحوا شهاداته وخلافاته مع المساعدين، والان المريخ اعلن مدير فني جديد، والمريخ شغال اعداد يمكن اول نادي
في الدوري الممتاز بدا اعداد، وثاني نادي بعد في جائحه كورونا بعد العوده بعد نادي توتي بدا اعداد، لكن للان المريخ النادي الوحيد يمكن بعد الدوري الممتاز او من ضمن ناديين او ثلاثه ما خش معسكر. ففي حاجات كثيره في المريخ جايه مشكله وما مفهومه. نعم. طيب اغاله المدير التنفيذي، يعني تفتكر حيثياتها شنو؟ يعني يمكن دي ما المره الاولى، يعني الصراع الموجود الان هل برضه كمان موجود داخل النادي الناحيه الماليه اللي بيتحكم فيها الاخ ادم سودكال؟ يعني الحاصل شنو؟ والله يمكن الجوانب كثيره، يعني مثلا في بعض يعني التكتلات موجوده في مجلس اداره نادي المريخ. دائما الخلافات بتحصل في غياب المؤسسيه، يعني متى ما غابت المؤسسيه بتحصل الخلافات وبتحصل الصراعات. معروف انه في الادارات المحترفه او في الحكم انه الاداره التنفيذيه هي اللي بتتولى تسيير كل الشؤون، يعني مجلس الاداره المفروض يضع سياسات وخطط، وطبيعي انه الاداره التنفيذيه على راسها المدير التنفيذي هم اللي بيسيروا كل الملفات. للاسف الشديد يعني المعارضين للمجلس او على المجلس بيستغلوا الوضع ده بيهاجموا مجلس الاداره بانه المدير التنفيذي هو المتحكم في نادي المريخ، مع انه هو ده الحي الصح، يعني انه المدير التنفيذي هو اللي بيدير كل الملفات، المجلس فقط مسؤوليته انه يضع سياسات وخطط والمدير التنفيذي هو اللي ينفذها. القرار زي ما قلت لك هو برضه اعضاء المجلس بيقولوا انه لا تم في اجتماع، هو قرار فردي، ومشكله الكوره السودانيه وازمتها في رؤساء الانديه دائما بيتخذوا قرارات فرديه. نعم. ده كله سببه انه هم بيمتلكوا المال، والباقيين حقيقه بيكونوا قاعدين داخل المجلس، بتلقى واحد اثنين ثلاثه هم اللي بيساهموا، ودي مشكلتنا الكبيره الموجوده في السودان. انا بحيي كثير الزميل ناصر بابكر، شكرا لك كثير. شكرا اخ معتصم، سعدنا بالاطلاله مره اخرى عبر قناه الشروع عبر برنامجك ضمن الرياضه، شكرا جزيلا. وان شاء الله دائما معنا، وانا بحييك كثير وبحيي كل المشاهدين اللي تابعونا، وحتى الاسبوع القادم لكم دائما احلى تحيه.